السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذا الخبر. أوعز زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الجمعة باتخاذ إجراء في مرقد والده بمحافظة النجف. وقال الصدر في بيان أنه مع قرب ذكرى استشهاد السيد الوالد قدس سره، أدعو نائب الأمين العام لمرقد السيد الوالد قدس سره السيد علي الصدر حفظه الله لي ولمحبيه أن يرفع قيود الجائحة عن المرقد استعدادا لاستقبال الزائرين والسائرين وإقامة المراسيم التأبينية من الثاني من ذي القعدة وإلى الخامس منه. وتابع الصدر حديثه: عليه وبالتنسيق المباشر معي أن يبلغ اللجنة المشرفة ببدء العمل الدؤوب والجاد من أجل تهيئة الأجواء والتنسيق مع الجهات المختصة.